رفيقتي رفاقي سيداتي سادتي من اصعب الكلام هو ما يقوله الانسان في حق حبيب او قريب في حق صديق او رفيق بعد وفاته لانه كلما ذكرنا بمزايا الراحل وبصفاته كلما تجدد الالم وتعمق الجرح والحزن والصديق والرافق والأخ والأستاذ الذي نحن بصدد التذكير به وبمراحل من حياته هو أبو مونيا مونيا ابنته الوحيدة وزوج الرافقة رقية التقية النقية المناضلة واخ الاستاذه حليمه انه السي محمد فرحات الذي لم يكن فقط احد مؤسسي الحزب الشيوعي المغربي بعد مغربته بل كان ايضا صحافيا مقتدرا ورجل ادب وثقافه كان رقيق الشعور كما عرفناه وكان طيب المعاملة ناهيك عن تواضعه ولطفه وبشاشته فرحمة الله عليك يا سي محمد فرحات الذي غادرتنا بدون سابق إعلام وإلى الأبد أنت الذي كنت تعرف حق المعرفة ألم الفراق وآثاره على النفس في هذه المناسبة التي نجتمع فيها على ذكرك تقديرا وتكريما لك على عملك وحياتك ونضالك ماذا عساني أقول في دقائق أعذرني يا فرحات واعذروني جميعا إذا اكتفيت بالقليل والقليل جدا مما يجب قوله واظهاره ان السي محمد فرحات لم يكن منظرا للحزب ولا مكلفا بتنظيمات الحزب لا بل كان رجل ميدان بعلاقته كاستاذ متصلين بالاباء والسكان كان يقوم لفائده الحزب الشيوعي المغربي بما يمكن ان نسميه اليوم تواصل خصوصا وانه كتب كصحافي حزبي في تقريبا كل جرائد الحزب بالفرنسيه في هذه الجرائد بدا مشواره النضالي ابان عهد الحمايه والله يعلم كم كان صعبا ومكلفا العمل النضالي والصحافي في خدمة الوطن والشعب إذا كان المستعمر إذ كان المستعمر يعتبره النضال يعتبره عملا هداما ومدمرا سبفيرسيف فكان السي محمد فرحات ورفاقه معرضين للملاحقات والمضايقات واذكر من هؤلاء الرفاق اسمحوا لي علاوه عن الرفيق علي عتا وعبد السلام برقيه المرحوم أبل الفقيه القوقجي ومحمد بن دريس ودريس العلوي وابن عمر الحرش هذا المناضل الذي رقاه الزعيم الفيتنامي هوشيمين الى مرتبه جنرال موازاه مع الجنرال جياب الذين تعرفونه كلكم وهو بطل من ابطال معركات ديان بينفو هذه المعركه 54 1954. 1954 كان هؤلاء الرفاق اذا امكن قول ذلك اول دفعه من المنادلين كونوا المكتب السياسي للحزب الشيوعي المغربي بعد مؤتمره الثاني 1949 وتلاحظون أنني لم أذكر اسم المرحوم عبد الله العياشي لأنه لم يلتحق بالحزب إلا سنة 51 52 باختصار شديد أنه بالرغم من كل احتياطات تم إلقاء القبض عدة مرات على السيد محمد فرحات منها اعتقال سنة 50 1955 وسجن في الرباط سجن العلو في هذا السجن قاسم الزنزانة مع الرفيق علي عتا والتقى لأول مرة بالمرحوم عبد الله العياشي في هذا السجن حكى لنا المرحوم حكاية طريفة عساها في الشجن لا يمكن ذكرها في هذه المناسبة نظرا لقلة الوقت بعد السجن تم طرد سفرحات من المغرب إلى الجزائر وهذه قصة أخرى. المهم هو أنه في الجزائر العاصمة اشتغل مع جريدة الحزب الشيوعي الجزائري، كان اسمه حزب الطليعة الاشتراكي الجزائري. والجريدة هي ألجي ريبيبليكان، وهناك تعرف على مناضلين. جزائريين وغير جزائريين من رجال السياسه والفكر والصحافه. اذكر منهم فقط مناضل هنري اليك. كان هذا هنري اليك عضوا في الحزب الشيوعي الفرنسي وهو من اصل يهودي اسمه الحقيقي هو هري سلم الذي كان يشغل منصب مدير الجريده من هري سالم هري تحول الى هونغي وبهذا الاسم بقى معروف وسالم كباقي اليهود هنا في المغرب عندنا يهود اسمهم سالم سالم العلالي مثلا وكان ذو ثقافه واسعه وقلم شهير وهو هاد هوري أليك الذي كان وراء توظيف محمد فرحات في ألجيري ريبيبليكا أذكر أيضا من الناس الذي تعرف عليهم الكاتب الفرنسي ألبيخ كامي الذي كانت له علاقة مع ألجيري الذي تعرف عليه محمد فرحات سنة 51 وكان آنذاك ألبير كامي في أوج شهرته بعد النجاح الفائق الذي لقيه كتابه لابست الذي صدر سنة 1947 وتبعه تبعته كتابة مسرحية في نفس السنة ونجحت أيضا هي لجست بات ينقذ الناس محمد فرحات انه حدث له ان تناقش مع البير كاميوس وبحده بخصوص استقلال الجزائر وحسب محمد فرحات كان البير كامي من بين الذين كانوا يعارضون منح الاستقلال للجزائر وكانت الفتره هي سنه 52 تقريبا أي الفترة التي عارض فيها البركامي عارض فيها تقريبا جميع الناس إذا درجة أن انتقده جون بول سارتر لا أريد أن تفوتني الفرصة لأذكر بحدث هام في حياة محمد فرحات حياته المهنية ألا أنه حصل سنة 52 وهو يشتغل مع الجي حصل على الجائزة الأولى لأحسن عنوان بالصحافة الفرنسية الجزائرية المكتوبة بالفرنسية وكان هذا العنوان ها هو لو شوفور سوندور لو كاميون سوكوش وأخذ بها الجائزة الأولى عرفت بداية الخمسينات فترة من أسود المراحل التي عرفتها الجزائر تميزت خصوصا باغتيال السياسيين والثقافيين والمضايقات الشديدة وكانت حياة السي فرحات مهددة مثله مثل التقدميين الجزائريين خصوصا من طرف عصابات مدنية تتحكم فيها عناصر من الرجعية الفرنسية ذات النزعة الاستعمارية فما كان على رفيقنا الا الرحيل الى منفى اخر فاستقر سنه 54 في بودابست عاصمه هنغاريا ليعمل في اذاعه راديو بودابست القسم العربي مهمته كانت هي التعريف بقضيه الشعب المغربي وبكفاحه من اجل الاستقلال خصوصا بعد منفى محمد الخامس والوطن انذاك كان كله في غلايه ومن بودابست انتقل الى تيرانا عاصمه البانيا ليؤسس القسم العربي للاذاعه اذاعه تيرانا الدوليه وبعد انجاز هذه المهمه تحول الى معد للبرامج بهذه الاذاعه برامج تهم خصوصا قضايا الشعب المغربي سنه 61 عاد اخيرا محمد فرحات الى المغرب استاذ اللغه الفرنسيه ثم مدير مدرسه ثم التقاعد وكل هذه المرحله بدون ان ينقطع عن الكتابه في جريده البيان هكذا عرفنا جيدا المرحوم من خلال عده زوايا صحفيه اشهرها اشاك جور سيفي سابين كان يمضيها بابو منيه زاويه اخرى لو كوتيديان سي وكان ايضا يمدها باسم ابو منيا ومنيا كما قيل هي ابنته الوحيده وهنا يجب الاعتراف له بشيء كانت صحافه الحزب هي الاولى التي احدثت كما قيل قبل قليل أصحاء أسبوعية باللغة الأمازيغية تنشر في البيان وكان أيضا المكلف والمشرف على هذا العمل هو مرحوم فرحات كانت كتابة رفيقنا تمتاز بطابع خاص بأسلوب خاص بتركيبة خاصة يستثمر فيها كفاءته وتجربته البيداغوجية بحيث يشد يشدك من الجملة الأولى في كتابته مستعملا المرادفات من النعوت والوصف الدقيق الممزوج بشيء من الخيال الادبي حتى يستميلك الى مشاركته موقفه اما في ادانه تظلمات او اثاره الانتباه الى مواطن الضعف في شتى الميادين او الثناء بخصوص كل عمل جليل في بناء المجتمع كان محمد فرحات فعلا مدرسه في الكتابه حبذا لو تجرى عنها ابحاث ودراسات للنشر والتعميم انه لم يكتب مذكراته ربما يكتبها الحزب بصيغه اخرى من خلال هذه الدراسات والابحاث رحمه الله على الرفيق وعزانا من جديد لدويه اطمئن يا سي محمد فرحات لن ينساك ابدا حزبك وشكرا